بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم جميعا، واسمحوا لي قبل ما ألقي الكلمة الرسمية أن أنا أتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة والسكان الأستاذ الدكتورة هالة زايد ومعالي المحافظ العظيم اللواء أركان حرب عادل الغضبان على تشريفهم النهاردة لينا. وفي الحقيقة طبعا في ظل الأجواء يعني صعبة شوية اليومين دول، ولكن إصرارهم ده في الحقيقة يعني بيترجم الدعم المستمر والكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي كان بدايتها هنا في محافظة بورسعيد، وإن شاء الله هتكون مستمرة لحد ما تغطي كل محافظات الجمهورية. فأنا بشكر حضراتكم جميعا على حضور حضراتكم في ظل الأجواء الصعبة، وفي نفس الوقت حضراتكم شركاء للنجاح وشركاء في التجربة مستمرين معنا دايما إن شاء الله. اسمحوا لي أيضا أن أنا أهنئ معالي وزيرة الصحة والسكان على التقدير الدولي وانتخاب سيادتها رئيسا للدورة رقم 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية. في الحقيقة ده تقدير دولي مستحق وتدويج لكل تقدير دولي مستحق وتتويج لكل الإنجازات التاريخية اللي بتشهدها مصر في هذه المرحلة، وتتويج للإدارة الاحترافية لأزمة فيروس كورونا المستجد التي أشاد بها العالم وأشاد بها كل الخبراء على مستوى العالم. والنهاردة بنشهد أيضا نجاح جديد في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي مر عليه سنة، زي النهاردة كان سيادة الرئيس بيفتتح هذه المنظومة رسميا من هذه المحافظة الباسلة. وما يفوتنيش أبدا طبعا أن أنا أهنئ معالي المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان على تشريف مصر كلها بحصوله على لقب أفضل محافظ في العالم العربي، وأيضا ده ترجمة واقعية. يمكن أنا مش من بورسعيد، ولكن عشت فترة في بورسعيد في يعني الإعداد لتطبيق المنظومة. ترجمة واقعية يا فندم لكل المشروعات التنموية الحقيقية اللي على أرض الواقع اللي بتشهدها المحافظة يوم بعد يوم، ويعني خلينا نقول إن هو تأريخ لإسهامات حضرتك التاريخية في نجاح هذه المنظومة، منظومة التأمين الصحي الشامل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، معالي السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السيد النائب المحترم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب الموقر، السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السادة رؤساء الجامعات المصرية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، الإخوة الزملاء مساعدي وزير الصحة وقيادات وزارة الصحة والسكان، الزملاء الأعزاء من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها ببورسعيد ووحدتها ومستشفياتها في هذه المحافظة، شركاء النجاح من كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية، شركاء النجاح من المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص، السيدات والسادة الحضور الكريم. أرحب بحضراتكم جميعاً في الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية في تقديم وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأود أن أعرب لسيادتكم عن سعادتي البالغة وأنا أقف بينكم اليوم وقد مر عام على الإنجاز. ففي مثل هذا اليوم شهدت مصر لحظات تاريخية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين. وبكلمات موجزة على لسان القيادة السياسية الحكيمة المؤمنة بحق كل مصري في الرعاية الصحية المتكاملة، انطلق قطار التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ليبدأ رحلته من المدينة الباسلة إلى جميع محافظات مصر بلا تفرقة في جودة الخدمات الصحية بين القادرين وغير القادرين. عام مضى وقد امتزجت فيه التحديات بالآمال، وانصهرت فيه خبرات القيادات الفذة من وزارة الصحة والسكان بحماس وطاقة شبابها، فصنعوا معا جسرا عبرت فيه مصر من الحلم إلى الإنجاز. السيدات والسادة الحضور الكريم، عكفت الهيئة العامة للرعاية الصحية طوال العام الماضي على البناء المؤسسي وحوكمة نظم الإدارة لديها، واسترشاداً بأفضل الخبرات والتجارب الدولية قدمت الهيئة نموذجاً عصرياً
للهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية التي تتسم بالمرونة والفاعلية والتطوير المستمر. وارتكزت استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية على عدة محاور رئيسية أهمها إتاحة وتسهيل الوصول للخدمات الصحية بكافة مستوياتها، تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وفقاً للمعايير الدولية، حوكمة النظم المالية وتعظيم الموارد الذاتية لتخفيف العبء على عاتق الموازنة العامة للدولة المصرية. وكذلك تم تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي لتقديم نموذجاً لهيئة حكومية ذكية لا ورقية. وبتطبيق تلك الاستراتيجية استطاعت الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عامها الأول تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية متنوعة، وتم استحداث عدد كبير من التخصصات الطبية، ونجحت في إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة لأول مرة بإقليم قناة السويس. وتمكنت أيضاً من تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 100% من مواردها الذاتية، فضلاً عن تحقيق فائض نقدي تجاوز 161 مليون جنيه مصري. واتساقاً مع جهود معالي وزيرة الصحة والسكان وخطة وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد، شاركت الهيئة بعدد من مستشفياتها لتعمل كمستشفيات عزل لمواطنين بمحافظات إقليم القناة. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التكامل والتضافر مع شركاء النجاح ومع هيئات التأمين الصحي الشامل والدعم اللامتناهي من وزارة الصحة والسكان ومحافظة بورسعيد وكافة الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ذات الصلة. ولا يفوتنا في النهاية أن نتقدم بالشكر والامتنان لكافة العاملين بالهيئة من أطقم طبية وإدارية، فأنتم صناع الإنجاز وأنتم كلمة السر في هذا النجاح. وتقديراً لجهودكم الوطنية سنشهد اليوم جميعاً إطلاق جوائز التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية لتكون حافزاً لمزيد من الإبداع. وختاماً، تؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية التزامها الوطني الكامل بالعمل المستمر على النهوض بالتغطية الصحية الشاملة اتساقاً مع خطة وزارة الصحة والسكان التي تتميز بالجدارة الإكلينيكية والنجاعة المالية وأعلى معدلات الرضا لدى المواطنين، تحقيقاً لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولا إصراره ما خرج نظام التأمين الصحي الشامل إلى النور. واسمحوا لي في النهاية أن أتقدم بالشكر للشركة المنظمة والرعاة والقائمين على خروج الملتقى بهذا الشكل اللائق، آملين أن نلقاكم جميعاً العام القادم بمحافظة جديدة يتمتع أهلها بخدمات التأمين الصحي الشامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.